جميل للجزائريين سيء للمنتخب. لا 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 هذا اللي كان ناقص كل شيء شاهدنا في أرضية الميدان وما كان ينقص المباراة من هذا. نبارك للمنتخب الجزائري، ألف مبروك بطلا لبطولة كأس العرب، حظ أوفر للمنتخب المغربي هذه الصورة، لا أحد يعلق عليها. لذلك سننتظر رسم التتويج، لما الآن نكتب الصورة للزميل سعود.